هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. وعلى طاري هاي جايز، الفيديو اللي فات قلت لكم انه احس تفاهه وانا كل فيديو اقول لكم هاي جايز، احتاج لكم كذا اسم مرتب، وكثير منكم اتفاعل جبتوا اسماء، فدحين حقول لكم الاسماء اللي انتم قلتوها. قلتوا مارفليين ومارفلسيين، اصعب من كذا ايش في؟ اسغارديانز، جيش الخفافيش، عجبني هذا انه زي باتمان خفاش، عجبني جيش الخفافيش. والجي فورس، جي زي جايز، جي فورس، الله انكم رهيبين. فيا حخلي لكم الاختيار، انتم اختاروا الاسم اللي يعجبكم، لانه في النهايه هذا اسمكم رهيب، عشان بعدين اصير لكم اشياء رهيبه عليها اسمائكم. بس هذا مو موضوعنا اليوم، موضوع حلقه اليوم هو فيرسز. زي ما انتم طلبتوا فيرسز اللي فات، هذه الحلقه حتكون ايرون مان ضد ديدبول. اغرب اختيار قد شفته في حياتي، بس انتم اللي طلبتوا فكيفكم. وقبل أن نخش على ارض المعركه، لازم نعلن مين كان فايز في الفيرسز اللي فات، اللي هو كان ضد ثانوس ودارك سايد، والفايز هو تعادل ابو التفاهه. بس الشيء اللي لاحظته في الكومنتس حقتكم، اللي اغلبكم اتفق عليه، اذا ثانوس ما كان معاه الانفينيتي ستونز حيخسر قدام دارك سايد لا محاله. فعشان نمشي اليوم ونختار فايز، خلينا نقول ان دارك سايد اللي فاز. فبعد ما اعلنا النتائج المخيبه للامال، خلينا نبدا في فيرسز اليوم، ديدبول فيرسز ايرون مان. في الزاوية الأولى عندنا ديدبول أو ويد وينستون ويلسون، شخصية من عالم مارفل، عملها فيبيان ناسيازا وروب لايفيلد، وأول ظهور له كان في ذا نيو ميوتنتس إيشو رقم 98 في فبراير من سنة 1991. شخصية ديدبول في البداية صممت كسوبر فيلن أو كشخصية شريرة، بعدين مع مرور الزمن اتحولت للأنتي هيرو اللي نحن نعرفه دحين. للي ما يعرف يعني إيش أنتي هيرو، يعني هي شخصية تكون ما بين الهيرو والفيلن، يعني هي شخصية تسوي أشياء كويسة مو لطيبة نفسها ولا عشان تحمي العالم أو تنقذ الناس، عشان في النهاية الموضوع يكون شخصي بالنسبة لها، يما ينتقم من أحد، يما له أي عائد شخصي ثاني إلى آخره. شخصية ديدبول معروفة بأنها تمزح وتتكلم مرة كثير، وعادة ما يكسر الحاجز الرابع أو الفورث وول، يعني تلاقوه يتكلم في الأفلام مع الكاميرا كأنه يتكلم مع المشاهد، نفس الحاجة يسويها في الكوميكس، وهذا الشيء شفناه بيسويه كثير في فيلم ديدبول وديدبول 2. وعلى طار الأفلام، هذه هي الطريقة اللي أغلبكم يعرف بيها ديدبول، لما الممثل راين رينولدز لعب الشخصية لأول مرة في فيلم إكس مان أوريجينز وولفرين. في الزاوية الثانية عندنا أيرون مان أو أنثوني إدوارد ستارك، سوبر هيرو من عالم مارفل، عمله الراحل ستانلي وجاك كيربي. أول ظهور له في الكوميكس كان في تيلز أوف سسبنس إيشو رقم 39 في مارش من سنة 1963. أكيد 90% منكم بما أنكم ضغطتوا على هذا الفيديو تعرفوا قصة آيرون مان الأساسية، اللي هو اختطفوه مجموعة إرهابية عشان يبني لهم أسلحة، بس هو راح استخدم الموارد اللي هم أعطوه هي عشان يبني لنفسه سوبر سود أو بدلة خارقة عشان يحمي نفسه، واستخدمها عشان يهرب. طبعا بعد ما انقذه ورجع للحضارة، استخدم شركته ستارك اندستريز عشان يعدل من فكرة البدلة حقته ويستخدمها انه يحمي العالم كايرون مان. واكيد زي كل الابطال الخارقين، هوية ايرون مان في البداية كانت سر، بس توني ستارك كب العشاء قدام كل الناس وقال لهم ام ايرون مان، بين الناس سووا واو تشك 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 تشك. فكنا اللقطة I am Iron Man. احس بصرت ما اقدر اقول I am Iron Man من غير ما كذا تخنقني العبرة. زي ما انتم عارفين، كل بطل خارق عنده قوات وقدرات، وهذا الشيء اللي حيساعدكم انكم تحددوا مين حيفوز في هذه المعركة. زي ما اغلبكم عارفين انه توني ستارك هو في الحقيقة بس مجرد انسان، بس هذا ابدا مو معناته انه هو حيكون عاجز قدام ديدبول اللي هو ميوتنت. حتى من غير البدلة، توني ستارك يعتبر مستوى ذكائه عبقري، يعني يقدر يطلع من اي مشكلة من اي موقف بس اذا فكر في الموضوع صح، غير طبعا انه عالم ومهندس، حرفيا بنى بدلة تطير وتطلق نار في كهف، يعني خلاص فاز. بس لو لبس البدلة حيكون عنده قوة وقدرة تحمل فوق بشرية، ويقدر يطير ويطلق إشعاعات وقنابل. في الجهة الثانية عندنا ديدبول اللي عنده القدرة على إنه حرفياً يشافي نفسه من كل حاجة، وإذا تفتكروا من فيلم ديدبول الأول لما قطع يده رجعت نمت من جديد، يعني مو بس لما ينجرح تقفل الجرح بسرعة، حرفيا اعضاءه ترجع تنمو. ديدبول يعتبر محترف في المبارزه والرمايه والمضاربه باليد، كمان عنده اجهزه تعطيه القدره على التليبورتيشن، يعني يقدر ينتقل من مكان لمكان بسرعه، وغير كذا قواته كثير.
من وجهة نظري إذا ديدبول قدر يستفز آيرون مان كفاية لدرجة إنه ممكن يتضاربوا حقيقي يعني ما أعرف مين حيفوز، لأنه مهما آيرون مان حاول إنه يطخ أو يفجر أو يسوي أي حاجة لديدبول، ديدبول حيرجع يعيش مرة ثانية. وفي نفس الوقت أصلاً ديدبول حيكون مرة صعب عليه إنه يوصل لآيرون مان، وغير كذا آيرون مان حرفياً دائماً معاه البدلة اللي هي مصنوعة من معدن، فشوية صعب على ديدبول إنه يأذي آيرون مان. بس الحمد لله مو أنا اللي حختار مين الفايز، حسيب لكم هذه المهمة الصعبة. مين حيفوز في معركة بين آيرون مان وديدبول؟ قولوا لي تحت في الكومنتس. لا تنسوا تسووا لايك، اشتركوا في القناة، وقولوا لي تحت في الكومنتس إيش عندهم اقتراحات تانية لحلقات versus مين تبغوا تشوفوا نحطهم ضد بعض. لا تنسوا تسووا لايك، اشتركوا في القناة، واشوفكم المرة الجاية.